اول شيء خلينا نحن نحكي عن الطريقه اللي بلشت فيهم، ان كان شركه موديرنا وان كان شركه فايزر بالتعاون مع شركه بيونتيك. يعني التقنيه المستخدمه هي ميسنجر ار ان ار او ار ان المرسل، وهي تقنيه جديده وهي تقنيه ثوريه بعالم الطب، وان اوتيت لها النجاح وكانت نجاعه هذا اللقاح بشكل جيد. يعني اتوقع 100% ان يكون احدى اللقاحين سوف ياخذ جائزه نوبل لهذه الفكره الخلاقه العظيمه جدا. طبعا هذه الفكره هي موجوده، ولكن يعني ما لا أكثر من 15 سنوات، ليست طويلة الأمد كباقي الطرق الأخرى. هذه الطريقة على ماذا تعتمد؟ يقوم العلماء بأخذ جزء من الـ RNA الوراثي للفيروس ويتم فيه حقن الخلية، حقن الإنسان. عندما يتم حقن الإنسان بهذا الجزء الوراثي من الـ RNA، ماذا يفعل؟ يؤثر على الخلية ويجعلها كمصنع لتصنيع الأجسام المضادة ضد هذا الفيروس، وهذه الفكرة جدا خلاقة. Thank you.